بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة النبأ وهي مكية، الصفحة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها: عما تساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة، وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت. وقال مجاهد: هو القرآن، والأظهر الأول لقوله الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين: مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متواعدا لمنكر القيامة: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا، أي جعلها لها أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، يعني ذكرا وأنثى، يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك، كقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان: وجعلنا الليل لباسا، أي يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال: والليل إذ يغشاها. وقال الشاعر: فلما لبسنا الليل أو حين نصبت له من حدى آذانها وهو جامح. وقال قتادة في قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا. وقوله تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يترهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال الأوفي عن ابن عباس: المعصرات الريح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وأنزلنا من المعصرات قال الرياح. وكذا قال أكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب. وكذا قال أكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك والحسن وربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير. وقال فراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة المعصر إذا دنا حيضها ولم تفد. وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات، وهذا قول غريب. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه. وقوله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه، كما قال جل وعلا ما أن سجاجا. قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس سجاجا منصبا، وقال الثوري متتابعا، وقال ابن زيد كثيرا. قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء البدن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني أن تحتشي بالقطن، فقالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. وقوله تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للأناسي والأنعام، ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعة، ولهذا قال وجنات ألفافا. قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة، وهذه كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا لله عز وجل، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهد زمرا زمرا. قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمة واحدة وهو عجل الذهب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال هاهنا فكانت سرابا أي يخيل إلى الماضي أنها شيء وليست بشيء. وبعد ماذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي مرصدة معدة للطاغين وهو المردة العصاة المخالفون للرسل. مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره فقال ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري ما تجدون الحكم في كتاب الله المنزل؟ قال نجده 80 سنة كل سنة 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع ابن أنس والضحاك. وعن الحسن والسدي أيضا 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو الحكم 40 سنة كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون. رواهما ابن أبي حاتم. وقال بشير بن كعب ذكر لي أن الحكم الواحد 300 سنة 12 شهرا كل سنة 360 يوما كل يوم منها 1000 سنة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن علي بن أبي بكر الإسفيدي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لابثين فيما أحقابا قال فالحقب شهر الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا والسنة 360 يوما كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون فالحقب 30,000 سنة وهذا حديث منكر جدا. والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن زبير كلاهما متروك. وقال البزار حدثنا محمد بن مرداس حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال سألت سليمان التيمي هل يخرج من النار أحد؟ فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا. قال والحكم 80 سنة كل سنة 360 يوما مما تعدون. ثم قال سليمان بن مسلم بصري مشهور. وقال السدي لابثين فيها أحقابا 700 حقب كل حقب 70 سنة كل سنة 360 يوما كل يوم 1000 سنة مما تعدون.
وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن معدان هذه الآية وقوله تعالى إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد رواهما ابن جرير. ثم قال ويحتمل أن يكون قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال والصحيح أنما لم قضاء لها كما قال قتادة وربيع بن أنس، وقد قال قبل ذلك حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، ولكن ذكروا أن الحقد 70 سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد عن قتادة قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. وقال ربيع بن أنس لابثين فيها أحقابا لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل. وذكر لنا أن الحقب الواحد 80 سنة والسنة 360 يوما كل يوم كألف سنة مما تعدون، رواهما أيضا ابن جرير. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به، ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من متنه. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم كما قال الكندي بردت مراشفا علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يعني بالبرد النعاس والنوم، هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن مرة الطيب ونقله عن مجاهد أيضا، وحكاه البغوي عن أبي عبيدة والكسائي أيضا. وقوله تعالى جزاء أنفاقا أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا مجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلى الله عليه وسلم فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله كذابا أي تكذيبا وهو مصدر من غير الفعل. قالوا وقد سمع أعرابي يستفتي الفراء على المروة الحلق أحب إليك أو القصار، وأنشد بعضهم لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن عود قصارها من شقائيا. وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أو يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية،
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا جزر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: هلك قوم بمعاصيهم الله عز وجل. جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم، فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال ابن عباس والضحاك: متنزها. وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار. والأظهر هنا قول ابن عباس لأنه قال بعده: حدائق، والحدائق البساتين من النخيل وغيرها، وأعنابا وكواعب أترابا أي وحورا كواعب. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهم نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي في سن واحد، كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدستكي، حدثني أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد الله بن تيم، حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم: يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. وقوله تعالى: وكأسا دماقا، قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: دهاقا الملأة المترعة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، كقوله: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب، بل أداء السلام، وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته. عطاء حسابا أي كافيا وافيا سالما كثيرا. تقول العرب: أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه حسبي الله أي الله كافيا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأن له رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما،
وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، وقوله تعالى لا يملكون منه خطابا، أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا ما هو، على أقوال، أحدها ما رواه الأوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني آدم، الثاني هم بنو آدم قاله الحسن وقتادة، وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه، أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشر، وهم يأكلون ويشربون، قاله ابن عباس هو مجاهد وأبو صالح والأعمش، الرابع هو جبريل، قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك، ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال مقاتل بن حيان الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي، الخامس أنه القرآن قاله ابن زيد كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، السادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح قال هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا، وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن أبي حمزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات ومن الجبال، ومن الملائكة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده، وهذا قول غريب جدا، وقد قال طبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن عوس المصري، عزيز المستمع لعله ابن عوف، حدثنا ابن روق ابن هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأراضين بلقمة واحدة لفعل، تسبيحه سبحانك حيث كنت، وهذا حديث غريب جدا وفي رفعه نظر، وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم، وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها، والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو آدم، وقوله تعالى إلا من أذن له الرحمن كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وقوله تعالى وقال صرابة أي حق ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وأكرمة، وقوله تعالى ذلك اليوم الحق أي كائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه، وقوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت آت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله تعالى نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة،
وقيل إنما يرد ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يدور حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرماء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث السور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. آخر تفسير سورة النبأ. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.